نحن داخل أحد المدارس، الروضة، داخل أحد الكنائس. هاي الروضة موجودة داخل أحد الكنائس في حي الحميدية. شوفوا بعيونكم هل فيها من دمار جراء القصف بالهاوي. هذا الصاروخ اللي نزل بهاي الروضة بهاي الكنيسة. راح نشوف مع بعض شو الدمار المخلف جراء القصف هاي الكتب. وفي الله ونعم الوكيل. هاي إصلاحات بشار الأسد تتوالى علينا كل يوم. هاي أحد الغرف داخل هذه الروضة. دمرت بالكامل جراء القصف. حسبي الله ونعم الوكيل. عشان نشوف كفاية الروضة. صار فيها أحد مكتب المديرة متعرض لدمار. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي الكتب بالإنجليزي. شوفوا شو حل المدارس، حتى المدارس لم تسلم لعصابة بشار الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي الروضة ولا حل بها. هاي الصورة أحد الطلاب داخل المدرسة. الله ونعم الوكيل. هاي الروضة دمرت جراء القصف. حتى الطائفة المسيحية لم تسلم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل. 9/6/2005 دمار شامل داخل مدارس. حسبي الله ونعم الوكيل. انظروا يا عرب، انظروا ماذا حل بنا. هنا أصبحت الدراسة. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى كيف الدراسة أصبحت في الأرض. هاي صاحب بشار الأسد. هاي المدارس شو صار فيها، دمرت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا حتى الورق اللي وجدناها بالأرض مكتوب إلى المدرسة الغسانية. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا الطلاب أوراقهم اللي صارت بالأرض. كتب يحل فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي ساعة أثرية تم قصفها. حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا بعد يا عرب؟